وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، ما هي قراءتك لزيارة الرئيس السيسي اليوم لباريس، خاصة وأنها جاءت بدعوة من الرئيس الفرنسي؟ صباح الخير لحضراتكم. خلينا نقول دي الرحلة الثالثة لفخامة الرئيس، أولا ألمانيا ثم صربيا، والنهاردة هو في العاصمة باريس. ده بيدل على توطيد العلاقات المصرية الأوروبية اللي هي لها بعد سياسي في غاية الأهمية، خاصة في الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة. اللي احنا بنشوفه النهاردة في أزمة اقتصادية كبرى بتمس العالم جميعه، والنهاردة بتحاول دول كلها وخاصة الجهات الاستثمارية الكبرى والاقتصادية لكيفية وجود حلول اقتصادية لحل العديد من الأزمات اللي هي على رأسها أزمة الإمداد والتمويل والطاقة، وأيضا كمان مشكلة التضخم الكبير. فالدول النهاردة بتحاول تكون في فرص للتعاون، خاصة أن يكون في التعاون ده مبني على علاقات استراتيجية سياسية تقدر تبني عليها علاقات اقتصادية. اللي احنا بنشوف ده فندم النهاردة العلاقات المصرية الفرنسية بنيت على مزيد من الثقة ما بين القيادتين سواء في مصر وفرنسا، وده اللي بيدل على زيادة الاستثمارات الفرنسية داخل مصر. وحجم التبادل التجاري اللي زاد في نهاية العام الماضي اللي هو 2021 اقترب من 2 مليار دولار، وده من أهم الأمور اللي بتدل على في حسن تعاون ما بين القاهرة وباريس. الزيارات المتعددة اللي بيقوم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما لبل بيوطد العلاقات مع كل المستثمرين والغرف التجاريه وايضا المؤسسات الفرنسيه اللي هي النهارده بقت بتبحث عن ملاذ امن لاستثماراتها. اشهر استثمار كل الناس في مصر تعرفه مثل الانفاق. صحيح، ولكن الخط كمان اللي الخط الثالث والمونوريل. بالظبط، ولكن اللي كمان ما تعرفش ان في 42 بروتوكول تعاون ما بين مصر في بداية من التسليح وصفقات السلاح، نهاية حتى الثقافة وأيضا التعليم والصحة، وكمان اللي احنا بنشوف بروتوكولات تعاون ما بين المحافظات وبين بعضها. ده بيدل على فندم ترسيخ العلاقات ما بيننا وما بين باريس. باريس بترحب دايما بدخول القارة الإفريقية عن طريق مصر، لأن مصر النهاردة لما هيأت اقتصادها بقت تكون هي البوابة الشرقية لدخول الاستثمارات. فالسبيل الوحيد أو السبيل الأفضل بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يكون في شراكة مع القارة الإفريقية عن طريق القاهرة. النهاردة كمان الزيارة وجهة نظري بتحمل العديد من الأمور السياسية. ليه؟ اللي هي بتترجم يعني للأمور الاقتصادية بعد كده، لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة في النهاية. بالتأكيد. وطالما ترسخت الأوضاع السياسية مستقرة في الوطن العربي، كلما انعكس ده على زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري وزيادة المشروعات. أولا كانت في رحلة كبيرة جدا من الرئيس الأمريكي في الوطن العربي مع مجموعة مجلس التعاون الخليجي والثلاث دول العراق والأردن ومصر. ده بيبين إن في اهتمام من العالم كله للمنطقة العربية. صحيح. ونزع في الأزمات اللي هي وجدت بسبب بعض من الدول الغربية واللي أثرت على المجتمع العربي تأثير كبير جدا، سواء بقى بالهجرة الغير شرعية، سواء للأسف بالمستويات القليلة جدا من الاستثمارات، زيادة الديون في الوطن العربي، التحديات والصعوبات اللي احنا بنشوفها حتى وقتنا الحالي. في وجهة نظري هيكون الملف الأساسي كيفية النهاردة زيادة التعاون في حل القضية الليبية، القضية اللبنانية، أزمة سد النهضة أو المشاكل البروتوكولية أو الحقيقة الدبلوماسية للحل، علشان نعرف نزود من القضية اللي هي ذات بعد استراتيجي كبير، قضية المناخ. صحيح. النهاردة كمان أكيد الرئيس بيدعو فرنسا، قضية المناخ أيضا اتجهت لها بقى لها منحنى سياسي أكثر من أي شيء، لأن هو بقى هامي جدا حل قضية المناخ خلال الفترة اللي جاية، خاصة أن سوف تتجه أنظار العالم كله إلى مصر في نوفمبر لاستضافة كوب 27. كل تأكيد. واسمحي لي حضرتك، أكيد بتتابعي دلوقتي الوضع المناخي في أوروبا والصعوبة. صحيح. الكبيرة اللي بيواجهوها ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير جدا. بالضبط، ارتفاع درجات الحرارة
ده بعد مناخي. لكن شوفي حضرتك قد ايه الحرائق اللي اثرت على التمثيل الزراعيه هناك، وايضا اثرت على مستوى ارتفاع الاسعار، واثرت على مستوى التشغيل والعماله هناك. كل القضيه يا فندم متكامله الارقام اقتصاديا. صحيح. علشان كده دايما لما بيواجهها السيده بدعوه قاده العالم ان يكون في حل جذري او حل جزئي حتى لهذا الموضوع، هيعود اقتصاديا على كل الدول ويرفع حياه المواطنين سواء في اوروبا او في الغرب او حتى في العالم. خليني اسال حضرتك عن العلاقات الاقتصاديه بين مصر وفرنسا وفرص جذب الاستثمارات الجديده، وده مع ممثلي مجتمع الاعمال الفرنسي المتخصصين في مجال الشركات الصغيره والمتوسطه، طبعا فضلا عن علاقات اقتصاديه خاصه بمجالات الطاقه والطيران والدفاع والنقل والبنيه التحتيه وغيرها، وايضا بالنسبه لحجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال السنوات الماضيه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سده الحكم. دايما يا فندم العلاقات الاقتصاديه بترسخ من بعيد، يعني يمكن من 40 50 سنه، والحمد لله في علاقات طيبه جدا ما بيننا وما بين باريس. وزي ما تحدثنا ان كان اكبر مشروع بتقوم بيه باريس من زمن في بنيه تحتيه في القاره الافريقيه هو كان مترو الامتار. وهو ده اللي رسخ يكون في علاقات ما بيننا وما بين باريس للعديد من المشروعات والاستثمارات، خاصه في البنيه التحتيه والمشروعات القوميه. لكن اللي بيهمني زي ما حضرتك اتفضلتي مجتمع الاعمال. يعني الترجمه اللي تمت ما بين الحكومتين في القاهره وترجمه الثقه ما بين الرؤساء وصلت لمجتمع رجال الاعمال في استثمارات النهارده بتقدر بحدود 4.5 مليار دولار. وده رقم مقبول بالنسبه لدولتين كبار في اوروبا او في القاره الافريقيه. ولكن كمان اللي يكون في استثمارات في مجتمع رجال الاعمال في العديد من الشركات سواء في الاتصالات، سواء في قطاع الادويه والصحه، سواء في التعليم، سواء النهارده بنتكلم في الثقافه، دي استثمارات من رجال الاعمال ومجتمع رجال الاعمال بيشاركوا اعتقد في الغرفه او اللجان اللي هي بتتشكل ما بين رجال الاعمال المصريين والفرنسيين، وده بيدل على ترجمه الثقه فندم هيتكلم فيه. صحيح. وصل حجم التبادل التجاري في نهايه السنه اللي فاتت و2021 حدود ال 2 مليار دولار، وده رقم ابتدى يتحسن في خلال السنوات الماضيه بعد ما كان في احجام من فرنسا والعديد من الدول الاوروبيه نظرا لما حدث في 2011. الحمد لله احنا بنتبع خطط طيبه يمكن في علاقاتنا الاستراتيجيه مع العالم الخارجي. طيب كيف ترى دور الوكاله الفرنسيه للتنميه خاصه انها الذراع الفاعل لتوطيد التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا؟ بتقوم بدور في غايه الاهميه الوكاله الفرنسيه يا فندم، لانها بترسخ ازاي تزيد من حجم العلاقات الاقتصاديه والاستراتيجيه والتبادل التجاري ما بيننا وما بين فرنسا. وده اللي بيوصل صوت الاقتصاديين وصوت المستثمرين بترسم على ارض الواقع للمشروعات اللي هي بتحسن وبتفتح مجال للاعمال. وده اللي بيزود حجم التشغيل داخل مصر. لما احنا بنشوف النهارده عندنا ما يقرب من 170 شركة فرنسية بتوفر العديد من الفرص العمل والتشغيل داخل مصر. دي بالنسبة لنا مبادرة طيبة. علشان كده النهاردة الثقة اللي بتديك القيادة السياسية للتعاون مع فرنسا بتترجم الوكالة الفرنسية مجتمع رجال الأعمال المصريين. النهاردة يا فندم في نقطة في غاية الأهمية، الصادرات المصرية اللي وصلت لفرنسا خلال العام الماضي بتقترب تقريبا من 700 مليون دولار. ده رقم بيزداد سنه عن سنه. السوق الاوروبي كلما نجحنا في اختراقه بالمنتجات المصريه كلما ساعدنا السوق الاوروبي على تحسين قدراتنا الاقتصاديه. طبعا لان الشريك الاوروبي شريك هام جدا كشريك تجاري يعني. بالضبط. وما تنسيش حضرتك ان هم شركاء معنا كمان في اكتشافات الغاز والبترول. ما ننساش كمان ان احنا النهارده عندنا كثير من صفقات التسليح اللي قامت بيها فرنسا ومنحتنا الثقه الكبيره جدا امام العالم ان مصر دوله ديمقراطيه حره بترفع من قدراتها الاقتصاديه عن طريق حفاظها على التسليح وحفاظها عن مكتسباتها الاقتصاديه. في ظل وجود ازمه للطاقه في الاتحاد الاوروبي او في دول اوروبا، هل سيكون هناك تفعيل كبير لدور منتدى غاز شرق المتوسط، وايضا ان مصر بتسعى جاهدا لتقديم الغاز المسال؟ ده بكل تأكيد. واسمحي لي وده السؤال اللي جاوب عليه فخامة الرئيس في لقائه مع المستشار الألماني. نحن قادرين على تلبية احتياجات السوق الأوروبي
قدر المستطاع من الاكتشافات والقدرات الاقتصادية صحيح. في منتدى شرق الغاز المتوسط. وإحنا كمان معانا تعاون كبير مع شركائنا في أوروبا، قبرص واليونان، ومعانا دول عدة بتشرف معنا وتساهم معنا في هذا الاستثمار. والاستثمار ده بيعود بالنفع على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الدول المشاركة معانا في التنفيذ على أرض الواقع في المشروعات دي بيعود عليهم بالنفع. فالثقافة النهاردة الاقتصادية بتتحدث عن تبادل المصالح، بتعود بتبادل المنافع، بتعود بالتحسن للمستوى قدرات المواطن العادي. المجتمع النهاردة يا فندم في أوروبا بيئن ليه؟ لأن هو شايف مستوى التضخم بتاع، وخاصة إذا دخل على فصل الشتاء ومخزونات الغاز عندهم النهاردة في حدود 40%، وللأسف لسه الحرب الأوكرانية الروسية بتعود عليهم بالضرر. صحيح. علشان كده هم النهاردة بيحاولوا يبحثوا على فرص بديلة سواء في النهاردة غير لهذا النظر لمصادر الطاقة البديلة، ده هيعود عليهم بالنفع، واعتقد ده هيعود عليهم كمان بزيادة الاستثمارات داخل السوق. أكيد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.